الاهم من كل ده كمان ان احنا ناخد درس من اللي حصل ده يا عمر. يعني احنا بنعاني، وانت متابع الساحه الرياضيه بشكل كبير على مستوى المنتخبات كلها، ان هذه يعني اللامبالاه في اعداد الصف الثاني والصف الثالث، عندنا مشكله كبيره جدا في مصر. فناخد كمان هذه المشكله ناخدها كمان للمستقبل، اتحاد الكره القادم ان شاء الله تكون اتحاد مسؤول عن المنتخبات، تكون في لجنه، في رابطه انديه محترفه مسؤوله عن الدوري، ونخلي اتحاد الكره مسؤول عن المنتخبات ويبدا يظبط الموضوع ده بشكل كبير، لان دوت زي ما بقول لك بنعاني منه بقالنا سنين طويله جدا جدا. يا كابتن هاني، الاجيال اللي هي بتبقى لعيبه ناشئين او منتخبات ناشئين او منتخبات شباب او منتخبات اولمبيه بتفضل بره الكادر تماما الى ان يحققوا انجاز بايديهم بدراعهم، فيبتدي يظهر للإنجاز ده ألف أب وألف راعي، وده اللي احنا شفناه في 2001 في برونزية كأس العالم، شفناه بعد كده في جيل لعب أولمبياد مع حضرتك في 2012. فيعني أعتقد أنه لا، احنا المفروض نتعلم من اللي فات ونتعلم من الموقف ده، بس لحد إمتى هنفضل نغلط وما بنتعلمش؟ هو ده الأهم يعني. وكمان كان آخر حاجة يعني كمان كنت بربط دور الكابتن محمود الخطيب مع بعثة النادي الأهلي في كل المشاوير الصعبه زي ما بيقولوا، يعني السودان، في السودان مثلا البطوله اللي فاتت دي تحديد. بنتكلم على وجوده في السودان، وجوده في الوداد، رغم كمان المغرب كان تفكر في الفتره دي كان في اصابات كورونا كتيره وناس متزايده وتاجلت المباريات لفتره وغيره. وجود ليجند وسط الناس ديت، وجود رئيس للبعثه ومسؤول، اكيد على الشكل المعنوي وعلى الشكل الاداري، لكن عدم وجود كمان رئيس للبعثه في بعثه رسميه لمنتخب مصر في بطوله هتوصلنا لدرجات لغايه ما نوصل كاس عالم، اعتقد ده كمان شيء محزن يعني. يعني اتمنى ان احنا نتلافى كل المشاكل دي، واتمنى ان الجيل ده يتم انقاذ ما يمكن انقاذه. خسرت ماتش مش مشكله، ممكن تلعب وتكمل حتى ينافس، يحس ان هو تعب الفتره اللي فاتت كلها ما راحش على الارض. صحيح. ان هو ينافس ويكمل حتى لو ما قدرش يصعد، لكن في النهايه يبقى عمل اللي عليه. صحيح. طيب نخش ملفنا النهارده، كاس العالم للانديه. ويمكن انت قبل الهوا بتقول لي يعني جايه مع الاجواء وجايه مع ذكريات كاس العالم للانديه، ان يمكن استعدادات النادي الاهلي، عايزين نعرف منك كواليس اشتراك النادي الاهلي في، اعتقد دي هتبقى المره السادسه بالظبط ان شاء الله، الخمس مشاركات للنادي الاهلي بتقيمه ازاي وشايفها ازاي؟ يعني خلينا نقول انه الاهلي هو الممثل الوحيد للكره المصريه في تاريخ كاس العالم للانديه، هذا يكفي، وهذا هو النجاح الاكبر، بخلاف ان هو حقق اكبر نجاح للكره المصريه كمان انه وصل ثالث العالم. فده يعني يختصر كل الكلام، انت الممثل الوحيد في الخمس مرات اللي مثلت بيهم الكره، مثلت فيهم الكره المصريه في كاس العالم للانديه، انت النادي الاهلي فقط لا غير. فاعتقد ان ده اكبر نجاح ويختصر كل الكلام. لكن